الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنت قد تحدثت في درس سابق منذ أسابيع عن الفرق بين قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف عندما تكلم عن ذي القرنين وعن السد الذي بناه للقوم الذين بين السدين اتقاء لشر يأجوج ومأجوج، قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال في آخر الآية التي تليها أجعل بينكم وبينهم ردما. وبينا في ذلك الدرس الفرق بين السد والردم. ثم تعرضنا في ذلك الدرس إلى السد الظالم الذي يبنيه الأحباش على نهر النيل، ظالمين لإخواننا وأهلنا في مصر والسودان. وقد قلت يومها بأن هذا السد سيكون لعنة على أثيوبيا، لأنه سد ظالم، ولأن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن الظلم وعن البغي وعن أكل حقوق الناس بغير حق. واليوم كما ترون فقد انقلب حال الأحباش، وأخذوا يقتل بعضهم بعضا ولا شماتة، فليس من خلق المسلمين الشماتة أبدا، وإنما هو عدل الله تبارك وتعالى في إنزال عقابه على الظالمين والبغاة. وإننا نقول بأن الأحباش جيراننا، ومنهم مسلمون كثير، وكذلك فإننا لا ننسى يوم استضافوا أجدادنا من المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، فأضافوهم وأحسنوا وأكرموا مثواهم، وكانت الحبشة تحت ملك الملك العادل النجاشي رحمه الله، الذي أسلم وآمن سرا، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب مع أصحابه رضي الله عنه. فلا ننسى لهم ذلك الفضل القديم، ولكننا نقول لهم بأن يرجعوا إلى الحق وإلى العدل، وأن يصلحوا ما بينهم، فإننا لا نرضى الخراب ولا الدمار لهم، ونحب لهم الخير لأنهم جيراننا، ولهم فضل سابق علينا أمة الإسلام، ولأن منهم مسلمون كذلك. ونذكرهم بعاقبة الظالم الطاغية أبرهة الذي اعتدى وتكبر في الأرض بغير الحق وأراد هدم الكعبة، فأذله الله تبارك وتعالى وجيشه وقتلهم شر قتله، كما بيّن الله تبارك وتعالى في سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. تبارك الله سبحانه وتعالى في قدرته وحكمته وعظمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.